أهلا بكم ضمن أخبار الظهيرة، هذه أبرز العناوين. في إطار انطلاق الحملة التحسيسية الوطنية 20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات وإحياء للأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، تنظم خيمة الكرم بالدار البيضاء لقاء حول خطورة العنف الرقمي. استعدادا للقائها الثاني ضمن مشوار مونديال قطر أمام منتخب بلجيكا، أسود الأطلس يواصلون استعداداتهم. صباح اليوم عقد الناخب الوطني وليد الركراكي ندوة صحفية قدم فيها معطيات عن جاهزية النخبة الوطنية. الزربية الرباطية أحد إبداعات الصانع التقليدي المغربي، حيث تعد من أجود وأرقى الزرابي المغربية صنعا، تراث تقليدي يعاني اليوم من قلة اليد العاملة والطلب بالأسواق التقليدية. في إطار انطلاق الحملة التحسيسية الوطنية 20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات 2022 وإحياء للأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، نظمت جمعية التحدي للمساواة والكرامة والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني الحي الحسني خيمة الكرامة. التفاصيل مع سعيد الإدريسي، أحمد حمري ونوال مهدوب. ما إن علمت بانطلاق الحملة الوطنية التحسيسية لوقف العنف ضد النساء والفتيات حتى بادرت للحضور إلى خيمة الكرامة. السيدة فاطمة اسمها المستعار تعرضت للعنف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. ضعف معرفتها بالتقنيات الرقمية وتطبيقاتها لم يسعفها لوقف هذا العنف الرقمي الممارس عليها وحمايتها من تداعياته على نفسيتها وحياتها اليومية. تمارس عليا العنف الرقمي سمته بالتصاور إباحية والتهديد جوج الليل وحدة الليل وسمته المعيار والهضرة الخايبة، وأنا دابا ماشي مرضني، وأنا دابا جيت عند الجمعية ديال التحدي باش تاخذ لي حقي. من أجل التوعية والتحسيس بخطورة انتشار ظاهرة العنف الرقمي خلال السنوات الأخيرة، تنخرط فعاليات المجتمع المدني في هذه الحملة الوطنية. جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تنظم بالمناسبة خيمة الكرامة للنساء تحت شعار التحسيس بمخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات. العنف الرقمي لليوم في تزايد مستمر وأرقام مهولة وخطيرة جدا، لأن اللي يمكن تنتكلموا على العنف الرقمي ماشي هو عادي بحال أشكال العنف الأخرى التقليدية. يمكن أشكال العنف الأخرى يمكن فيها دفع الأسرة، فيها مساعدة الأسرة المحيط، ولكن العنف الرقمي هو عنف اللي تدمر الإنسان وتأثر عليه نفسياً اجتماعيا اقتصاديا. والبصمة اللي ممكن يتمسم بها أي إنسان وخاصة المرأة في مجال هذا، فالعمر ديالها تيكون طويل، ماشي بحال شحال هذه داك التنمر اللي كان أو داك المسألة ديال العنف اللي كان ممكن تتكون مرحلية لأنه ممكن تكون لفظية. الآن مع التكنولوجيا والتخزين ديال المعلومات ممكن تطول سنين وسنين وسنين. ويشكل هذا اللقاء التحسيسي منصة للتأمل والحوار بين منظمات المجتمع المدني والفاعلين المؤسساتيين، وفضاء لتبادل الآراء بخصوص العنف المبني على النوع، وذلك في ظل تزايد عدد ضحايا العنف الرقمي.
مرحبا بكم. هذه خيمة توعوية. ولتسليط الضوء على الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات، معنا مباشرة السيدة زهية عمومو، محامية بهيئة الدار البيضاء ومستشارة قانونية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة. سيدتي مرحبا. حملة وطنية تحسيسية هي العشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات، تركز هذه السنة على موضوع العنف الرقمي. برأيكم إلى أي حد صار هذا التمظهر الجديد من العنف يشكل مصدر قلق مجتمعي؟ شكرا سيدتي على الاستضافة. القلق يعني يظهر من خلال الإحصائيات التي مثلا الإحصائيات التي تعطات من طرف المندوبية السامية للتخطيط، من تكون فيها 1.5 مليون امرأة تتعرض للعنف الرقمي، هذا يعني رقم مهول كذلك يؤدي إلى القلق. كذلك البحث الوطني الثاني ديال 50% من النساء المغربيات يتعرضن للعنف الرقمي. إذن هنا تنشوفوا بأنه أصبح ظاهرة مقلقة، ولكن اللي كيشكل القلق دياله أن 1 في 10 النساء هما اللي كيتقدموا بالشكايات. وكنسألوا لماذا؟ واش جهل القانون أو الخوف من العائلة أو من المجتمع أو الوسط؟ لأن تنعرفوا الرقم العنف الرقمي هو شكل من أشكال العنف، ولكن يضم جميع الأشكال الأخرى، مادية يعني العنف المادي، العنف المعنوي، العنف الاقتصادي الذي يظهر من خلال الابتزاز الذي يمارس على الضحية من أجل تخويفها. وهنا كيكون عنده واحد الأثر كذلك عنف نفسي للنساء، لأنه بعض المرات كيكون الخوف، كيكون القلق، الاكتئاب اللي كيجعلها أنها تخلى إما عن المدرسة إما عن العمل أو الهروب من المجتمع، وكذلك يؤدي إلى محاولة للانتحار. وعندنا أنكا ديال واحد السيدة اللي فعلا انتحرت من خلال هذاك العنف الرقمي الذي يوم. إذن كل هذه المسائل يمكن أن يشكل العنف الرقمي قلقا مجتمعيا، لذلك يجب أن يعني أن نتحدى هذا الواقع من أجل وجود حلول لهذا العنف الرقمي. في هذا الإطار أستاذة، أمام هذا التنامي هذا العنف، ما هي الآليات التي يتعين توظيفها من طرف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لإذكاء الوعي المجتمعي بخصوص خطورة هذه الظاهرة؟ ومن جهة أخرى، ما هي الآليات القانونية لتحصين الفضاء الرقمي؟ إذا كان القانون 103/13 جاب لنا واحد المجموعة ديال النصوص القانونية لتجريم هذا العنف الرقمي، إلا أنه في التعريف دياله لم يأتي أي تعريف لهذا الشكل من أشكال العنف. لذلك نقول أنه لأن المجتمع المدني يشتغل وجمعية التحدي تشتغل في هذا الإطار، نقول أنه يجب أن يعتبر العنف بصفة عامة والعنف الرقمي شأنا عاما. كذلك يجب يعني نصوص قانونية لتجريمه، وإضافة نصوص قانونية كذلك من أجل تجريمه والعمل على عدم الإفلات من العقاب. كذلك أن وضع استراتيجيات يعني بالنسبة يعني للمؤسسات الدولة الحكومية وتداخل جميع الفاعلين وجميع المتدخلين من أجل حماية النساء من العنف الرقمي. كذلك أن نخلق واحد الفضاء أو واحد المنصة إلكترونية من أجل التبليغ على العنف الرقمي، لأنه وكذلك تحيين بعض النصوص وكذلك تفعيلها وتبسيط المساطير، خاصة لأنه واحد المجموعة ديال النساء أو الأغلبية ديال النساء عندها أولا جهل بالقانون المنظم، وكذلك أنه المساطير جد معقدة وجد صعبة من أجل يعني إثبات هذا النوع أو هذا الشكل من أشكال العنف الرقمي. لأنه عادة الفتيات أو النساء يمكن أن يعني تتمسح هذاك العنف أو هذاك المساجات أو هذيك الصور، خوفا أولا من العائلة، خوفا من المجتمع، وخوفا من الفضيحة. إذن لما تتقدموا بالشكاية لا تجد أي وسيلة من الإثبات من أجل إثبات هذا الجرم أو هذا الواقع، ويمكن هذا أن يؤدي إلى عدم متابعة الجاني أو يعني المشتكى به أمام العدالة. إذن الاستراتيجيات يجب أن يشتغل عليها الجميع،
المجتمع المدني وجميع المتدخلين، وكنقول المتدخلين هي وزارة العدل، السلطة القضائية، السلطة النيابة العامة، وزارة التربية والتعليم، لأن تنعرفوا أنه النسبة الكبيرة اللي لأن فعلا العنف الرقمي راه الإحصائيات كتقول لك من 18 سنة ل 64 سنة، يعني السن ديال النساء اللي كتعرضوا، الفتيات، الطالبات الجامعيات، النساء في العالم. سيدة زاهية عموم، محامية بهيئة الدار البيضاء ومستشارة قانونية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، شكرا، كنت معنا مباشرة من مدينة الدار البيضاء. العنف ظاهرة عالمية، وقد شهدت المؤسسات التربوية تصاعدا لهذه الظاهرة لعدة أسباب، مع ما تخلفه من آثار وخيمة على نفسية التلاميذ والتلميذات وعلى السير العادي للمدرسة. محاربة هذه الظاهرة أضحى من الانشغالات المهمة لمختلف المؤسسات والفعاليات المعنية بالشأن التربوي في بلادنا، والتي تكثف جهودها لتمكين المدرسة من كل الوسائل التي تساعدها على مواجهة هذه الظاهرة. أمينة علام والمعتصم بالله والزاوي. هي واحدة من الورشات الموجهة للتلاميذ والتلميذات بالثانوي الإعدادي الأطلس بمدينة مراكش حول تيمة مناهضة العنف بمختلف أنواعه والعنف المبني على النوع بصفة خاصة. ورشات من وإلى التلاميذ والتلميذات ساهمت في التوعية بمناهضة العنف من خلال العديد من البرامج والمقاربات. بالنسبة لموضوع العنف، مدرستنا كتهتم به بزاف بالأنشطة ديالها، وبزاف الحوايج كديرهم كيف ما كتشوفوا معنا، دايرين عندنا الأمن المدرسي اللي كيمثل لنا الأمن ديال الوليدات ديالنا، وما كيخليش العنف بين التلاميذ يكون مع بعضياتهم. هاد العنف كنحاربوه بواحد الشكل اللي هو جميل ومسالم بطبيعة الحال، لأنه عنف خصو يكون بواحد الطريقة مسالمة. كنديروا أنشطة متنوعة، مثلا تندخلوا في الرسم، كندخلو كذلك مسابقات في الرسم، كندخلو كذلك في المسرح، مثلا ملي كيبان لينا شي سلوك كاين نادي، بحيث ان المؤسسه الان كانت بدات بخمسه الانديه، دابا الحمد لله عندنا 9 وغادي في 10 ديال الانديه. كذلك كنخدموا على التواصل مع الشركاء، لان عندنا شراكه مع مؤسسه خصوصيه باش كتخدم في الجانب الرياضي. أنشطة تترجم تنزيل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش آسفي للاستراتيجية الوطنية التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذلك الاتفاقيات والشراكة التي تعمل من أجل الحد من مظاهر العنف بالوسط المدرسي. في هذا الإطار الأكاديمية برمت وتنفذ مجموعة من الاتفاقيات الشراكة الإطار التي تعمل على الحد من العنف بالوسط المدرسي. في هذا الإطار اتفاقية الشراكة التي تربط وزارة التربية الوطنية والنيابة العامة مع 6 مؤسسات تعليمية بجهة مراكش، بما فيهم المؤسسة اللي احنا الآن داخلها اللي هي مؤسسة الأطلس الكبير، اللي اشتغلنا خلال الثلاث سنوات الى حول مجموعه تاع الانشطه تهم تقويه قدرات الاطر التربويه التلاميذ والتلميذات. مشروع دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة في الوسط المدرسي، مناهضة العنف المبنية على النوع من خلال تعزيز الذكورية الإيجابية، إلى جانب إعلان مراكش الرامي إلى محاربة الهدر المدرسي وتزويج القاصر، مبادرات تختزل الجهود التي تبذل لجعل المؤسسة المدرسية فضاء للتعايش ولتربية الأجيال على مناهضة العنف بكل أشكاله.
في طنجة تختتم اليوم فعالية اللقاء الدولي لشباب العالم الإسلامي الإسسكو الملتقى الشبابي المنظم من طرف منظمة العالم الإسلامي للثقافة والعلوم والتربية بتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل بمشاركة 150 شابا وشابة من مختلف الدول الإسلامية. فعالية هذا الملتقى الدولي التي عرفت حضورا متميزا ومشاركة وازنة لشخصيات سياسية عالمية ورؤساء منظمات دولية إلى جانب خبراء دوليين في مجال الشباب والأمن، ساهموا في تأطير مختلف الورشات والعروض التي تم تقديمها في هذا الإطار والتي تمحورت حول التحديات الأمنية المهددة للسلم العالمي وسبل مواجهتها من خلال إشراك الشباب وتكوين قيادات شبابية على مستوى تقوية وترسيخ ثقافة السلم والأمن العالميين. ومعنا مباشرة من طنجة السيد عبد الواحد أعزيبو المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بطنجة. سيدي مرحبا، ما هي أهم المخرجات التي انبثقت عن هذه الدورة؟ بالفعل في هذه اللحظات تنطلق أشغال اختتام المنتدى العالمي للشباب دول العالم الإسلامي حول موضوع القيادة في مجال السلام والأمن، والذي عرف مشاركة مجموعة من الشباب من مختلف دول العالم الإسلامي وعرف وخلق فضاء حقيقيا للتبادل للتفاعل للتواصل فيما بين هؤلاء الشباب، والذي كان فرصة أولا للتمكن من تقنيات وآليات القيادة على مستوى تمرير وترسيخ قيم السلام والأمن لفائدة هؤلاء الشباب، ولكن أيضا كان فرصة لتشبيك العلاقات فيما بين جميع المشاركين القادمين إلى مدينة طنجة من مختلف دول العالم. كيف كانت استفادة المشاركين في برنامج التدريب على القيادة من أجل السلام والأمن؟ صحيح أنه إضافة إلى العروض والأشغال الورشات التي كانت غنية والتي ساهم في تأطيرها مجموعة من الخبراء والسياسيين المعروفين على المستوى العالمي، كانت أيضا هناك فرصة موازاة مع الأشغال الرسمية ديال الأوراش والعروض، كانت هناك فرص لتلاقي الشباب، فضاءات ساهمت في تشبيك العلاقات فيما بين مجموعة من الشباب، وأيضا الخروج بتوصيات هامة تطمح إلى ترسيخ قيم السلم وأيضا الأمن على المستوى العالم في ظل التحديات التي يعرفها اليوم العالم على جميع المستويات، وبالتالي كان من الضروري طبعا أن نفكر في خلق قيادات شبابية على اعتبار على أن المستقبل هو للشباب، وبالتالي الاشتغال على هذا المستوى من الواجب أن تقوده ثلة من الشباب المكونين والمؤطرين والمتمكنين من آليات وتقنيات التدخل من أجل التحسيس بأهمية السلام والأمن. سيد عبد الواحد أعزيبو المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب طنجة، شكرا على كل ما قدمتموه لنا من توضيحات. أسود الأطلس يواصلون استعداداتهم بقطر لثاني مباراة في مونديال قطر والتي تجمعهم غدا بمنتخب بلجيكا متصدر المجموعة السادسة. وصباح اليوم عقد الناخب الوطني وليد الركراكي ندوة صحفية قدم فيها معطيات عن جاهزية أسود الأطلس لمباراة بلجيكا الحاسمة. عبد الحق بهت، قبل لقاء الغد إذن بين المنتخبين الوطني وناظره البلجيكي، وقبل آخر حصة تدريبية للمنتخبين لنهار اليوم، جرت هذه الندوة الصحفية والتي حاضر مجموعة من الزملاء الصحفيين المغاربة والأجانب، وهمت بالخصوص تحضيرات المقابلة القوية ضد منتخب بلجيكا، وخاصة التشكيلة المرتقبة ومشاكل خط الدفاع في ظل الحالة الصحية لكل من المزراوي وحكيمي. دابا فوالا عندنا دو زاريير دووا مزراوي وحكيمي، عندنا دو زاريير غوش عطيات الله بوخلال بلوس مزراوي اللي يقدر يلعب في لا غوش ولا حكيمي. بو موا سي لو ريسك اللي هزيت من بعد، كان لو فوتبول كان تي بو افوار دو تخوا بليسيور، عندك اون ليست دو 26 اون في دي شوا و جو لي اسيوم جو كان سوسي. سي ما عندناش تخوا لاتيرو، الخدمه ديالي هو نجبر لا سوليسيون باش نجبرو شكون يقدر يدير لنا الخدمه في هذا البوست. مي بحال اللي قلت لا مونتاليتي مهمه، حنا خدامين دراري خدامين وباغين البلاد ديالهم كيتقاتلوا. انا كنقولها لكم وحنا معاكم وانتم معانا وحنا عارفينها، ان شاء الله غيكون خير. انا كيف قال كوش ان شاء الله نكونوا بليس واحد الكونفيونس كثار، واحد الفعاليه كثار في سيرتو في الهجوم، ان شاء الله غنبحثوا عليها ان شاء الله باش نقدروا نسجلوا
كنتمنى ان شاء الله نكونوا اشتغلنا على هذا الجانب واحد الشكل كبير ان شاء الله باش ما امكن نخرجوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله في هذه المباراه. من جهته يستعد المنتخب البلجيكي لهذه المواجهه التي تبدو له صعبه ضد منتخبنا القوي. وعن اخبار مرتبطه باللاعب لوميلو لوكاكو اوضح وقال مدرب المنتخب البلجيكي الاسباني روبرتو مارتينيز عن وضع الهداف البلجيكي. Just to update the situation, Romelu medically was only available for the third team, and I think. فيما يخص روميلو طبيا هو محضر للمقابلة الثالثة، وسوف تستمر على هذا النظام والخطة، لكنه تمرن مرتين مع المنتخب، وسوف نرى كيف سيكون وضعه اليوم. لا أتوقع أنه سيلعب غدا ما لم يحصل شيء هذا اليوم، ويمكن أن يتكيف مع المنتخب. بالنسبة لنا نعلم أننا إذا ما فزنا سنتأهل، وبالنسبة للمنتخب المغربي عليهم ضغط كذلك، فالضغط مختلف، فقط هم عليهم ضغط ضرورة الفوز بأول مباراة في كأس العالم بقطر، وبالتالي فكلا الفريقين عرضة للضغط. هي مقابلة صعبة قابلة لكل احتمالات، لكن المنتخب الوطني سيلعب الكل الكل من أجل الظفر بنقاط الفوز، وبالتالي البحث عن تأهل للدور الثاني. ولمزيد من المعطيات والأخبار حول المنتخب، لقاء المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره البلجيكي المنتظر غدا، كان لنا اتصال مباشر قبل قليل بمفادة الأولى إلى قطر الزميل محمد أمين النوري لنتابع. أهلا بكم مشاهدينا. إذا قبل قليل انتهت الندوتين الصحفيتين الخاصة بالمنتخب الوطني المغربي التي حضرها كل من وليد الركراكي ويحيى جبران، وأيضا الندوة الصحفية للمنتخب البلجيكي الذي حضرها مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز بالإضافة إلى النجم إيدن هازار. خلال ندوة المنتخب الوطني المغربي أكد وليد الركراكي، لأن الجميع يتساءل عن إصابة مزراوي وأشرف حكيمي، وليد الركراكي تحدث أنه لا يزال يملك من الوقت 24 ساعة يمكن خلالها تأهيل اللاعب مزراوي، قد يكون حاضر خلال مباراة بلجيكا. بالنسبة لأشرف حكيمي وأيضا رومان سايس، تحدث وليد الركراكي بأن هنالك إحساس بألم بالنسبة لهذين اللاعبين، لكن يمكن على يعني اتخاذ بعض القرارات الصعبة. يؤكد وليد الركراكي قد يقحم الظهيرين سواء مزراوي أو أشرف حكيمي، أو قد يكون هنالك غياب بالنسبة لمزراوي. هذه الأمور كلها ستتضح خلال 24 ساعة القادمة. يحضر معي الصحفي الرياضي يوسف باصور، ربما تابعت الندوتين الصحفيتين. أكيد أن المباراة القادمة للمنتخب الوطني المغربي ستختلف أسلوبا، وستختلف أيضا على المستوى التكتيكي عن أولى المباراة التي خذها الأسود أمام كرواتيا. هو مباراة مختلفة تتطلب أسلوب مختلف، لأن هذه المباراة نقدر نعتبرها أهم مباراة في المشاركة الحالية للمنتخب الوطني في نهاية كأس العالم في قطر. مباراة غتحدد يا إما غادي نحطوا القدم الأولى في ثمن النهاية، يا إما غنحطوا القدم الأولى في الخروج من نهائيات كأس العالم. أكيد الركراكي في الندوة ديال اليوم كان واضح، كان صريح، وكان يتكلم بواقعيه، هضر على الخصم. اكيد كنعرفوا ان منتخب بلجيكا عنده عناصر قويه، عنده اسماء كبيره، نجوم في اكبر الانديه على الصعيد العالمي. الركراكي عارف هذا الشيء، عارف ان المباراه صعيبه، عارف ان المنتخب الوطني خصو في هذه المباراه هذه يخرج باقل الاضرار. تكلم على اننا ما نخسروش، يعني حتى التعادل فهو نتيجه جد ايجابيه امام منتخب اللي كيتعتبر الثاني في التصنيف العالمي الصادر عن الفيفا. نتمنى ان العناصر المصابه تكون واجده، لان الركراكي خصو يواجه بلجيكا بنجومه بافضل ما عنده، وافضل من افضل ما عنده كاين مزراوي وكاين حكيم. نعم باصور، روبرتو مارتينيز ايضا في الندوه الصحفيه اكد بانه ربما لم يظهر المنتخب البلجيكي بالشكل القوي امام كندا، واكد ان اسلوب اللعب سيختلف كثيرا امام المنتخب المغربي، ويحترم المنتخب المغربي ويعرف العناصر المغربيه جيدا. هو عارف العناصر المغربيه، ولكن حتى الركراكي عارف العناصر البلجيكيه، واكيد ان ما غيلعبش مباراه مفتوحه.
في هذه الكأس العالمية المنتخبات اللي لعبت مباريات مفتوحة خسرت بحصص كبيرة. ركراكي كما نجح في أنه يبلوكي منتخب كرواتيا، يحد من الخطورات الهجوم ديالهم، أنه يعني يتصدى لهم بشكل كبير في وسط الميدان، فأكيد أنه غادي يواجه بلجيكا بخطة اللي كتعتمد بالأساس على الحد من خطورات المنتخب البلجيكي. أكيد ما غنلعبوش معاهم مباراة مفتوحة، وإلا فغنكونوا خاسرين المباراة قبل ما نبداوها. اللي نتمنى هو أن نكونوا أكثر فعالية على المستوى الهجومي. في هذه المباراة بالذات خصنا نسجلوا ماشي من فرصة، من نصف ولا من ربع ولا من 10% من فرصة، يعني ريحة الفرصة خصو يجي منا هدف، وهذا الشيء اللي كنتمناو، ماشي مباراة ديال تضييع الفرص وماشي مباراة ديال ارتكاب الأخطاء. لأن في مباراة كرواتيا أكيد لعبنا مزيان، ولكن كانوا أخطاء في وسط الميدان، وكنعرفوا أن خطأ في وسط الميدان أمام منتخب اللي عنده لاعبين بالإمكانية ديال لاعبين ديال منتخب بلجيكا، ممكن في ما بين لمسة أو جوج تلقى الكرة قدام المرمى ديال حارس ياسين بونو. أكيد بونو غادي يعطينا ثقة كبيرة، من أفضل الحراس في العالم، ولكن بونو كيحتاج أيضا على أن المدافعين يكونوا في نارهم، يكونوا في كامل الجاهزية ديالهم، وما يرتكبوش أخطاء باش ما ندفعوش ثمن غالي. هذا ما نتمناه. يوسف باصور، أنت صحفي رياضي، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا، المباراة غدا بملعب التمامة، أكيد الجماهير المغربية ستكون حاضرة من أجل المساندة، أكيد أيضا العناصر الوطنية ستدخل بثقة، ستلعب بذكاء وبحذر، لأننا نلعب أمام المنتخب البلجيكي بتاريخه وبمشاركته العريقة في المونديال. إذن كل التوفيق للمنتخب الوطني لكرة القدم. في برنامج مباريات اليوم عن المجموعة الرابعة، مباراة تونس أستراليا انتهت لصالح هذا الأخير بنتيجة هدف للا شيء، فيما ستنازل فرنسا الدنمارك. وعن المجموعة الثالثة، بولندا ستواجه السعودية والأرجنتين تقابل المكسيك. بالرباط، لقاء علمي اختار له المنظمون شعار العلاجات المبتكرة والرعاية الداعمة. الدورة الأولى لهذه التظاهرة العلمية تم خلالها إطلاق أول وحدة متطورة للعلاج الإشعاعي التكيفي بإفريقيا. المزيد من التفاصيل مع وصل إمغري وعبد الفتاح زوين. خلال هذا الملتقى العلمي الذي حضره خبراء محليون ودوليون، تم استعراض الخبرات الوطنية بخصوص أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي. كما كان اللقاء مناسبة لإطلاق أول وحدة متطورة للعلاج الإشعاعي التكيفي بإفريقيا. هذه واحد الوحدة اللي كتمكن المرضى باش ياخذوا آخر ما حدث في العلاج بالأشعة، لأنها كيمكن لها تعدل الأشعة حسب التطور ديال الورم وعلى حسب التطور ديال الجسم ديال المريض. الراديوثيرابي أدابتاتيف كيخلينا أننا نقللوا من القياس ديال الاشعه اللي كتعطى الانسجه اللي هي سليمه، ونركزوا داك الاشعه على الانسجه السرطانيه. لاكس كون وا انوغور اجوردي سي لا ثيرابي ادابتيف. يستهدف العلاج الورم بشكل افضل وتقليل الجرعات التي تتلقاها الانسجه السليمه من اجل تحقيق نتائج افضل من حيث الفعاليه والدقه. هو علاج مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يوفر لمرضى السرطان علاجا إشعاعيا بناء على حجم الورم والتغيرات التشريحية التي تحدث على مدار فترة التشخيص. أننا نقدم للمريض واحد العلاج شمولي اللي كيكون فيه العلاج الطبي من جهة، العلاج الطبي سواء كان بالأشعة ولا بالجراحة ولا بلاشيميو، وباغاليلمون يعني معاه كيمشي ما هو العلاج الشمولي اللي كنحاولوا ناخذوا باعتبار المريض في جميع الحيثيات ديالو. جدير بالذكر أن إضافة العلاج بالفن إلى ترسانة الخطة التشخيصية يفتح الطريق أمام الطب التكميلي ويضمن جودة النتائج العلاجية لفائدة مرضى السرطان. بإقليم تونات، استفادت ساكنة العالم القروي من قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية من ساكنة العالم القروي وتمكنهم من الاستشارة الطبية والعلاجات الضرورية في إطار العناية بالفئات الهشة وساكنة المناطق البعيدة. محمد الواهبي. جماعة مولاي بوشتى الخمار في تونات احتضنت القافلة الطبية التي مكنت سكان الجماعة من الولوج إلى الخدمات الصحية، مبادرة استحسنتها الساكنة. مزيان الحمد لله، استقبال زوين، كل شيء زوين، دوزوا لهنا مزيان. عطاونا الدواء، هما كيعطيونا الدواء، واللي شدوه مشى بحاله، واللي مازال هاو كيعطيوه الدواء.
القافلة تضمنت فحوصات في تخصصات متعددة، منها طب الأطفال وتصحيح السمع والبصر، إضافة إلى تقديم أدوية للمستفيدين من طرف أطر طبي وتمريضية. جو أطباء من الصدمات والسالة والقنيطرة وجبنا الأدوية وجبنا بعض المعدات باش نقدروا نغطيو واحد النقص ديال التطبيب اللي كان في المنطقة، لأن الأطباء ما كاينش كثر بزاف هنايا. إن شاء الله غيستافدوا معنا أكثر من 1000 شخص من هذه القافلة الطبية المساعدة الاختصاصات، معنا طب الجلد، طب العيون، النساء والتوليد، الطب العام، طب القلب، وكذلك معنا متخصصين في النقص ديال السمع والنقص ديال البصر، وكنديروا لهم تالي غاديو. مبادرة نبيلة في أبعادها، ساهمت في التحسيس والتوعية بأهمية القطاع الصحي والعلاج في العالم القروي، وإنسانية في عمقها بالنظر لاستفادة ساكنة غير محظوظة اجتماعية. الزربية الرباطية تعد من أجود وأرقى الزراب المغربية صنعاً، تراث تقليدي يعاني اليوم من قلة اليد العاملة والطلب بالأسواق التقليدية. بالمقابل هناك انتعاش نسبي لتسويق المنتوج عبر الأنترنت. مريم بن زكري ومحمد أمين العموري. أدق التفاصيل يشرف عليها المعلم جلالي برفقة النساء الناسجات للزربية الرباطية بغية تحضير سحف تراثية متميزة. عاملات المعمل يتطلعن لتطوير حرفاتهن من أجل الرفع من دخلهن المادي. واخا الزربية شوية نقصات وما بقاتش كما كانت، وتا الزبناء ما بقاوش، بالنسبة ليد العاملة ما بقاتش. الزربية كلها قوية، هي من الديبار ديالها، هي من سداوتها، من نيرتها، من كل شيء تقريبا كلها هي قوية. هي غير من اللي كتفرش تخيلها تقولي أنا ما نحطش عليها رجلي. تتبدأ الزربية الرباطية بالسداوة ديالها، من بعد السداوة تجي توقيفها في المرمى، تتوقف في المرمى، من بعد المرمى تتيسرها البنت، هي اللي تتبدأها البنت، هي اللي تتبداها. حنا تنعطيو دوك الروموز ديالها، اللوينات ديالها. مع تضاؤل نسبة المبيعات في زمن الجائحة، ارتأى المعلم الجلالي اللجوء إلى العالم الافتراضي لعرض وبيع الزرابي بالمنصات الإلكترونية للتعريف بها أكثر داخل وخارج المملكة. نكون وصلنا تقريبا فرشنا 150 صالون مغربي من جميع المملكة، يعني في الظرف ديال كورونا تل هذا العام هذا إن شاء الله، يعني وفرشنا من شمال تل جنوب، يعني ناس طنجة، ناس ديال العيون، الداخلة، الشرق، وجدة، مكناس، فاس، مراكش. يعني الحمد لله لقيت واحد إقبال كبير من عند الناس، ولقينا الناس يعني باغين لانفورماسيون على الزربية الرباطية، غير ما كانوش لاقيين، ولا بعد المسافة اللي على الرباط للمدن الأخرى اللي كانت شوية كتفشلهم انهم يجيو ياخذوها، قربنا لهم داك المسافه. السوق التحتي بالمدينه القديمه لطالما كان مركزا اساسيا لبيع اجود الزراب التقليديه الراقيه، اصبح اليوم يعاني من قله الاقبال على المنتوج. كان هنا الدلاله ديال الزراب، قال انتاج ديال السله وديال الرباط كان كيدلل هنا في السوق، وكانت فارياسيون ديال الاسمنه على حسب الطلب ولا حسب العرض اللي كاين. أما في هاد الأواخر هادم اليد العاملة اللي مبقاتش هاي السوق، طلب الداخلي ديال الزرابي، وتاني من تال اليد العاملة، التكوين ديال اليد العاملة ما كاينش الخلاف ديال اليد العاملة دابا. الزربية الصناعية أضحت تنافس نظيرتها التقليدية بشكل قوي، مما يؤثر سلبا على ازدهار وتطور صناعة الزربية المنسوجة يدويا. ولتسليط الضوء على حرفة صناعة الزربية الرباطية، معنا مباشرة السيد موحى الريش مدير المحافظة على التراث والابتكار وإنعاش قطاع الصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. سيدي مرحبا، ما هي التدابير المتخذة لتشجيع النساء الصانعات على الاستمرار في العمل بقطاع النسيج عموما وبصناعة الزربية التقليدية خصوصا، وكذلك كيف يمكن تأطير الصانعات للرفع من دخلهن المادي؟ شكرا للا سهام. فبعد تداعيات كوفيد 19 عملت الوزارة على وضع برنامج وطني لإعادة انطلاق
صنع الزربية خاصة الزربية القروية، حيث تم وضع اتفاق إطار اللي يمكن من يعني خلق دينامية جديدة في قطاع الزربية عبر الفاعلين في القطاع كمؤسسة الدار الصانع وكذا الغرف غرف الصناعة التقليدية المعنية، حيث خلال 2022 تم يعني إبرام اتفاقيات لتثمين قطاع الزربية عبر للرفع من الجودة ديال الزربية المغربية، وكذلك لتحسين تنافسيتها خاصة باتخاذ تدابير منها مثلا التجود بالخيط ذو جودة عالية، الخيط ديال الصوفة ذو جودة عالية، تحسين الديزاين وكذلك تثمين علامات الجودة الخاصة بالزربية، كما تم خلق دينامية جديدة للتسويق وطنيا ودوليا عبر العالم الافتراضي، حيث أن الظرفية الاقتصادية خلال كوفيد 19 وكذلك من بعد الأزمة ديال كوفيد 19 غير من سلوك المستهلكين اللي كيلتجؤوا للانترنت من اجل التسوق، لذا فقد تم ابرام عده اتفاقيات مع الفاعلين في يعني التسوق الالكتروني من اجل تسهيل يعني المعاملات بين الصانعات في الزربية التقليدية وكذلك المستهلكين. طيب إذا سمحت، ما هي سبل هيكلة قطاع الزربية ودعم وتنظيم الصانعات لتحسين ظروفهن الاجتماعية؟ اولا بغيت نشير لواحد الورش اللي هو مهم جدا، اللي هو ورش السجل الوطني للصناعه التقليديه الذي تم تنزيله تفعيلا لمقتضيات القانون 50/17 ونصوص التطبيقية، حيث يتم إدماج الصانعات كجميع الصناع من أجل الاندماج في القطاع المهيكل عبر التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية عبر المنصة الإلكترونية، حيث وصلنا لحد الآن منذ انطلاق عملية التسجيل بهذه المنصة إلى 320 ألف صانع وصانعة، من بينهم 25% في من الصانعات في قطاع الزرابي. كذلك فيما يخص الدعم المباشر للصانعات، فيتم تنفيذ برنامج دور الصانعات اللي هو فضاء لترويج وإنتاج الزربية بعيدا عن الوسطاء، وهو فضاء كذلك لبيع هذه الزربية، حيث تم إنشاء ما يقارب 100 دار صانعة على الصعيد الوطني اللي كتشغل أكثر من 4000 صانعة خاصة في ميدان النشيد والزربية. سيد محرش مدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش قطاع الصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات والمعلومات. مهن كثيرة كانت في زمن مضى تشكل نشاطا مهما وتلبي احتياجات الزبناء، اليوم هي في طريقها إلى الاندثار، ضمنها حرفة الإسكافي التي تراجع ممتهنوها أمام تنوع المنتجات الجلدية الصناعية وتوفرها بأثمنة في المتناول. روبورتاج عابر الملوكي وعبد الفتاح الزوين. أمام سندانه القديم وصندوقه الحديدي بمحتوياته البسيطة من مقص ومسامير وغراء، يجلس حسن بوزرته الرمادية على كرسي خشبي يصلح ما أفسده الدهر ويداوي أعطاب الأحذية والنعال. تعلمت صغير، ما قريتش من دراسة، قريت البيت الثالث، خرجت من دراسة، جيت لقيت هذه الحرفة، أنا تعلمتها، تعلمت مع السيد من العائلة ديالي هو اللي علمني هذه الحرفة. بالنسبة لحسن، حرفة الخرازة لم تعد كسابق عهدها، إذ ساهمت في تدهورها عوامل متعددة. من قبل أختي كانت حرفة مزيانة، دابا شوية بدأت كتعيش شوية، إنه السلعة بدأت كتغلى شوية،
مع اللي ولات ديال الشينوا وهذا الشيء اللي ولا الناس ولات كشويه بدات كتنقار شويه وتا الناس ما بقاوش كيتعلموا لها بزاف دابا دابا شحال هذه ملي كنا حنا في التكوين كان الدنيا عامره دابا ما بقات حتى شي واحد في التكوين كاع هذه المهنه في الحقيقه غدا وكتلقى رد غير هنايا كيبقى ان الجهات المعنيه والجهات المسؤوله خصها تتعاون مع هاد الناس هادو مع الخرازه دير لهم دورات تكوينيه. حميد هو الآخر حبه لحرفته التي اقتحم أسوارها منذ 55 سنة دفعه لمواصلة دربه الحرفي رغم كل الصعاب. بها باش عايشين مش حالة دي والله أمالي الحمد لله الساعة كبرنا بها الدراري شرينا بها كترنا بها المحل ديالنا وداك الوقت كانت مزيانة دابا الوقت نقصات نقصات بزاف بزاف نقصات بهادشي ديال الشينوا اللي دخل وهادشي ديال البال وعاد زيد كوفيد تا هو راه كمل على اللي بقى. في ظل هذا الركود الذي تعاني منه حرفة الخرازة لم يجد أصحابها خلفا يمررون له أسرارها اتخاذ إجراءات عملية من شأنه إضفاء قيمة أكبر على هذه الحرفة لكي تستعيد وهجها كواجهة مشرقة للتراث التقليدي. مشاهدينا نهاية أخبار الظهيرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. في إطار انطلاق الحملة التحسيسية الوطنية العشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات وإحياء للأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء تنظم خيمة الكرم بالدار البيضاء لقاء حول خطورة العنف الرقمي. استعدادا للقائها الثاني ضمن مشوار مونديال قطر أمام منتخب بلجيكا أسود الأطلس يواصلون استعداداتهم صباح اليوم عقد الناخب الوطني وليد الركراكي ندوة صحفية قدم فيها معطيات عن جاهزية النخبة الوطنية. الزربية الرباطية أحد إبداعات الصانع التقليدي المغربي حيث تعد من أجود وأرقى الزرابي المغربية صنعاً تراث تقليدي يعاني اليوم من قلة اليد العاملة والطلب بالأسواق التقليدية. شكراً على طيب المتابعة إلى الغد بإذن الله.